السلام عليكم. انتشر مؤخرا الكثير من الكلام حول الكي واستخداماته خاصة لمرضى الجلطات الدماغية، وعشان كده اليوم هيكون موضوعنا العلاج بالكي لمرضى الجلطة الدماغية. أحب أبدأ بجواب على سؤال: هل للكي استخدامات طبية معتبرة؟ الجواب باختصار نعم، بل إنه هناك أنواع مختلفة واستخدامات متعددة للكي، مثل الكي بالحرارة، الكي بالبرودة، الكي باستخدام بعض المواد الكيميائية التي تقتل الخلايا وتتلفها. ومن أشهر استخدامات الكي استخدامه في بعض الأمراض الجلدية، كما يستخدم بشكل شبه يومي في العمليات الجراحية لوقف النزيف، إلى غير ذلك من استخدامات. لكن خلينا نرجع للسؤال الأساسي: هل للكي فوائد علاجية لمرضى الجلطة الدماغية؟ وعشان نوصل للجواب بوضوح، خلينا نبدأ بشرح مبسط لمرض الجلطة الدماغية ستروك. الجلطة مرض يصيب الدماغ، والدماغ عضو معقد جدا، وهو المسؤول الأساسي عن وظائف الإدراك والحركة في الجسم. يتحكم الجزء الأيمن من الدماغ بالجزء الأيسر من الجسم، ويتحكم الجزء الأيسر من الدماغ بالجزء الأيمن من الجسم. فإذا احتاج الشخص مثلا يحرك إيده، فإن الدماغ يرسل إشارة عن طريق أحد الخلايا العصبية تروح من الدماغ إلى النخاع الشوكي. تنتقل الإشارة من الخلية الأولى لخلية ثانية، تطلع من النخاع الشوكي وتروح للعضلة المراد تحريكها، وبكده يقوم الدماغ بالتحكم بالعضلات. وعشان يستمر الدماغ في عمل وظائفه يحتاج تروية دموية مستمرة. أكثر أنواع الجلطات شيوعاً هو أن يصير فيه انسداد في أحد الشرايين المغذية لجزء من أجزاء الدماغ، فإن ما تم تدارك الموضوع سريعاً تبدأ الخلايا في المنطقة المتأثرة تموت، فيصبح الدماغ غير قادر على إرسال أي إشارة عصبية للنخاع الشوكي، فيفقد التحكم بالعضلات. لاحظ أن المشكلة ما هي في العضلة ولا في العصب الواصل من النخاع الشوكي للعضلة، لكن المشكلة في الدماغ، وأساسها نقص تروية دموية. يمكن إن حبينا نمثل هذه المشكلة، فممكن نقول إن العلاقة بين الدماغ والعضلات في الجسم مثل العلاقة بين شركة الكهرباء والإضاءة الموجودة في البيت. فإذا حصل في يوم إنه شركة الكهرباء قطعت الخدمة، فإنه الكهرباء ما راح توصل للبيت والنور هينقطع، ومحاولة حل المشكلة بإنك تقعد تغير اللمبات ما راح يصلحها. كذلك استخدام العلاج بالكي لمرضى الجلطات الدماغية، فإنه من غير المنطقي إنك تتوقع تحسن بعد العلاج بالكي، إنما التحسن التدريجي لمرضى الجلطات الدماغية يعكس تحسن في وظائف الدماغ، وهذا التحسن يأخذ وقت، يختلف من شخص لآخر. أحياناً التحسن يحصل خلال أيام أو أسابيع أو حتى شهور. فنرجع لسؤالنا، والجواب هو أنه لا يمكن للكي بأي حال من الأحوال حل مشكلة الجلطة الدماغية، لا علمياً ولا عقلياً ولا منطقياً وبكل تأكيد. فكن واعياً فصحتك غالية. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأسعد باستقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم على شبكات التواصل الاجتماعي. في أمان الله.